الحمد لله الله هيئنا الأسباب إنه نقدر نفتح مطعم لحالنا، واشتغلنا ومثل يعني الحمد لله رب العالمين عم نشتغل وعايشين والحمد لله، والخط كله بيجي نصنع مشروبات جلاب سوس تمر هندي حمص كريم توم فتة مسبحة فلافل. الحمد لله عنا عالم تجينا من البلد، تجينا من الكسرات، تجينا من كل الأماكن. صعوبات العمل تتطلب يعني مواد كل شيء غالي، بالنسبة للزيت غالي، بالنسبة للحمص غالي، بالنسبة للطحينة غالية، كل شيء والخضرة غالية، يعني أشياء بيجيك عالم زباين بتقول لك ليش أنت عندك غالي؟ ليش عندك غالي؟ يعني مو بإيدك هذا الأمر يعني كل المواد غالية، غازك الغاز غالي، الخضرة غالية، كله غالي.